رسالة في التوحيد للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن هبة الله ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 620 هجري. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره الغالوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أهم شيء هيدا هيك. عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعالم لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، له العز والبقاء، له الحكم والقضاء، له الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا، ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه، ولا عليه حكم، كل نعمة منه فضل، كل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان، ولا أين كان، ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان، ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، ولا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. برافو زعفون، برافو حبيبي، برافو ما شاء الله.